الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا وأن الله بكل شيء عليم. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها. والله